أصبحنا اليوم في خطى جديدة وربما مسار آخر افتتحه السيد السوداني رئيس الوزراء الجديد بإلقاء القبض على كم هائل من السراق ومن سارقين المال العام. طبعا قبل هذه السرقة التي ظهرت إعلاميا كانت هناك إلقاء القبض على شبكات لتهريب النفط العراقي وبطريقة فنية مشتركة فيها للأسف كبار الضباط من العراقيين الذين كانوا مسؤوليتهم هو حماية الخط الناقل، فإذا بهم هم يسرقون النفط. يعني كيف بحالنا إذا كان المؤتمن هو الخائن وإذا كان الحامي هو السارق؟ لذلك اليوم هذا الملف ملف خطير وملف متشعب. أنا ودي أبين لحضرتك ولجمهورك الكريم حجم الأموال المسروقة من العراق، ولكن على مدى 10 سنوات هناك 350 ألف، يعني خلي بالك من رقم 350 عفوا مليار دولار أموال مهربة إلى الخارج، 300 مليار دولار أموال استثمارات وهمية أيضا هي طبعا مهربة إلى الخارج، إضافة إلى 150 مليار دولار رواتب الفضائيين. شو تحسبهم بالورقة والقلم يصير عندك 800 مليار دولار. ما الذي تعنيه بالفضائيين؟ الفضائيين هو اللي اسمه كأنه موظف لكن هو ما يعمل بهذا المجال، يعني سواء كان في كل الوزارات هناك أسماء وهمية، وزارة الصناعة مثلا موظفيها 50 موظف لكن بتجي تستلم يسموها البودرة مال الراتب يطلعون 100 موظف، هاي الـ50 الأخرى يستلمها المسؤول أو الرئيس المكان أو مسؤول في هذا الكيان أو تلك الكتلة.